السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن صور القرآن الكريم التي تحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر لما فيها من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة سورة الانفطار، ويتحكي ما يحصل يوم القيامة من أهوال وشدائد عظام يشيب منها الولدان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، إلى آخر السورة الكريمة. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قال بعض المفسرين: تتشقق السماء لنزول الملائكة منها، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، أي تناثرت نجومها كبيرها وصغيرها، لأن العالم قد انتهى. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. ومعنى فجرت أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض، لأن الماء من المحيطات والأنهار والبحار يشكل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية والربع الباقي من اليابس، فهذه البحار والأنهار والمحيطات العظيمة تتفجر أو يتفجر بعضها على بعض ثم تسجر، أي تشتعل نارا، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت. قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي أخرج ما فيها من الموتى ليوم الجزاء والحساب. علمت نفس، قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي في يوم القيامة تعرض أعمال العباد عليهم، ويقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فيجاب: إلى ربك يومئذ المستقر. فتعرض على العبد أعماله في كتاب، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك بربك الذي أوجدك من العدم وأنعم عليك بهذه النعم الكثيرة وقابلت نعمه بالجحود والنكران؟ هل هو شبابك الذي غرك؟ فإن كان شبابك فإن مصيره إلى الهرم، وإن كان مالك فإن مصيره إلى الزوال، وإن كانت صحتك فإن مصيرها إلى المرض والموت من وراء ذلك. قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن حال منتصب القامة. فلو أراد البشر أن يضعوا مثلاً عين الإنسان في غير المكان الذي وضعه الله جل وعلا لم يجدوا مكاناً أفضل منه، وكذلك الأذنان لو أرادوا أن يضعوها في مكان غير المكان الذي وضعه الله جل وعلا لم يستطيعوا ولم يجدوا غير هذا المكان أو أفضل منه، وكذلك سائر الأعضاء، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن الله تعالى خلقك
على الصورة التي أراد. فمن الناس من هو جميل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم من هو أسود، ومنهم من هو أبيض، وكذلك أو إلى غير ذلك من الأوصاف. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين، أي إنما حملكم على ذلك تكذيبكم بيوم الجزاء والحساب. ثم قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين، أي ملائكة عدول كرام يسجلون جميع أعمالكم ولا يتركون شيئا لم يسجلوا ولم يكتبوا عليكم شيئا من غير أعمالكم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة أو بالسماع، بل حتى أعمال القلوب يطلعهم الله جل وعلا عليها فيسجلونها. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فنغفرها له ما لم يعملها، وفي رواية: فإنما تركها من جرائي. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار القائمون بحق الله وحق العباد، الملازمون لأعمال البر في الجوارح وفي القلوب، هؤلاء لهم النعيم في البدن وفي أرواحهم وفي الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. الفجار هم الكفار، لهم عذاب في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، ثم قال سبحانه: يصلونها يوم الدين، أي يوم القيامة يعذبون. وما هم عنها بغائبين، أي ليس العذاب يتوقف عنهم ساعة، بل هو عذاب دائم سرمدي أبدي. قال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وما هم عنها بغائبين، ثم قال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا أسلوب تفخيم وتعظيم لهذا اليوم، أي أي شيء أدراك عن هذا اليوم، اعلم واقدر لهذا اليوم قدره. وما أدراك ما يوم الدين، ثم قال سبحانه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا أحد يستطيع أن ينفع أحد ولا أن يقدم له خيرا ولا أن يدفع له شرا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله تعالى: والأمر يومئذ لله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قد يقول قائل: أليس الأمر لله تعالى في الدنيا وفي الآخرة؟ فلماذا نص في هذه الآية بأن الأمر لله؟ الجواب عن ذلك أنه في الدنيا قد يعصي العبد ربه عز وجل ويطيع فلان من الناس فيكون الأمر ليس لله عز وجل، أما في اليوم القيامة فإنه يكون أظهر أمر الله عز وجل، بل ليس هناك إلا أمر الله، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهنا أمر الله تعالى في الآخرة يكون أظهر وأبين. أيها الإخوة الأفاضل، في ختام هذه الكلمة أذكر بصيام يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم من أيام الله، اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال يكفر السنة الماضية. وهذا فضل عظيم أخي المسلم، أن تصوم يوماً واحداً في سبيل الله يكفر الله عز وجل عنك به خطايا سنة كاملة. والسنة أن يصام التاسع قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عندما أمر بصيام يوم عاشوراء قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال فإذا كان العام القادم صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام القادم حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا.